عمري أبو محمد تعدى 30 وأكثر من 6 صحيحين وهاقي أحسها مرت مثل طرفة العين في ظرف ساعة لمحة وانطلاقي وقت مضى لي يوم حنا وراعي نركض ورا بقعة عيال نسباقي تبدل الماضي مع الشين وزين تخلف مع الحاضر دون اتفاقي في هالبشر يا طيب الساس قسمين قسم يطاق وقسمة ما تطاقي القسم الأول في المواقف سلاطين قرومن يردون الدبش والنياقي على ظهور الخيل وسط الميادين ما بين ضرب وذبح وبين اختناقي صح فقرا لكن فيهم كريم عوايد فيها الكرامة تلاقي خطوا لهم في صفحة المجد نعمين عن فعلهم وعلوم عنهم تساقي والقسم الآخر كأنك تشوف ذا الحين يالله دخيلك جسم ناعم وراقي لبسة وثياب العيب ثم جاب والشين قماوي حذفون الغتر والطواقي موضاتهم تقليدهم لان نساوين وهروجهم تثبت هروج ندقاقي تمشكلوا في الحب ما هم محبين مرة سوا ومرار فيها افتراقي حطوا على ابوهم مشاكل من الدين والام تخشى يوقعون الطلاقي ان جيت تنصحهم عن الحق مقفين واليا بذلت الجهد فروا طقاقي صحين لكن تعتقدهم مجانين احساسهم ما به مزاج ومذاقي ماني بعم الناس فالناس ذربين طول اللحام مكرمين الطراقي صفات الرجال الطيبة والعزيزين ما زالوا لا زالوا على العهد باقي والرابح اللي خوته مع أهل الدين تركها لأن مات وهل النفاقي في ذكر ربي فالمساجد مصلين إيمانهم بالله عليه اتفاقي ما همهم دنيا وجمع الملايين ولا جتهم الأشغال وطرد النياقي يا أبو محمد هاك نص العناوين يا ليت نسمع ردكم واشتياقي السر لا منه طلع بين الاثنين مفضوح ويمشي مثل ماشي السواقي مصدر حقيقة حطها بين قوسين لو سمعها النايم من النوم فاقي يعود عمرك فوق 71 يالله ختامة خير يوم التلاقي ماضي تجاربك على العسر واللين حياتك مارسها انت يا جحقاقي حياتك مارسها انت يا جحقاقي